الإمام المصطفى سار في غرلة الليل إلى يغشاها. السادة عمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة المحترمون، السيدات وسادة القرون كل باسمه وجلي وصفه، في شهر ربيع الأنور تهب رياح أقدس ذكرى، يشد الحمير كل الناس بأمته إلى مرابح سيرته العطرة. وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. صاحب الشريعة الغراء والملة السمحاء والحنيفية البيضاء، صاحب الشفاعة والإسراء. فقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد خرج المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في يوم على جمع من أصحابه فوجدهم يتذاكرون، ورنة حين أهبط ورنة حين ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لاستلام الدرع المقدم للأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي. هذا البطل. جامعة الموصل اليوم أعيدت من أفاماد، هذه الجامعة التي تتنوع فعالياتها. اليوم نحن في فعالية احتفالية المولد النبوي الشريف، هذه الاحتفالية التي أقامتها كلية العلوم الإسلامية في جامعة الموصل بالتعاون مع مركز وعي ومديرية الوقف السني. هذه الاحتفالية التي دعي فيها العديد من الشيوخ الأفاضل وطلبة الكلية. جامعة الموصل تشارك كافة أبناء هذا الشعب أفراحهم، وتعمل مع الجميع، مع جميع أبناء هذا البلد وهذه المدينة، لكي يعود بلدنا ومدينتنا مشرقة متألقة دائما إن شاء الله. نجتمع اليوم في رحاب جامعة الموصل برعاية رئيسها وأعضاء مجلس جامعتها وعمادائها، لنحتفل ونحتفي بميلاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، بالتعاون مع مركز وعي للاستشارات وبناء القدرات وشعبة الاحتفالات في مديرية أوقاف نينوى. وهو يوم مبارك مسرور نزف به البشرى لأتباع سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المولد مولد خير وبركة، وأن يغير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال. أقامت كلية العلوم الإسلامية هذا اليوم احتفالها المركزي بمناسبة المولد النبوي الشريف بالتعاون مع شعبة الاحتفالات في ديوان الوقف السني فرع نينوى، وبالتعاون مع مركز وعي للاستشارات وبناء القدرات. كان هذا الاحتفال بداية خير نتفائل به إن شاء الله تعالى في بداية العام الدراسي الجديد الذي بدأ في جامعة الموصل، والذي نستبشر به خيرا ونبارك لطلبتنا الكرام في بداية عامهم الدراسي هذا. هذا الاحتفال كان بمساندة وجميع الطلبة في الكلية، وكان فيه أيضا تكريم للطلبة المتميزين والممثلي الشعب، وإن شاء الله عز وجل تتوالى هذه الاحتفالات في جامعة الموصل بإذن الله عز وجل. نحن اليوم في جامعة الموصل في كلية العلوم الإسلامية بالتعاون مع مركز وعي وبالتعاون مع ديوان الوقف السني دائرة الاحتفالات، نقيم حفلا في ولادة خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول حق لأمة نبيها محمد أن تحتفل برسول الله، وأن تقف وأن تبتهج فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هي المدينة تعود إلى سابق عهدها في الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول كل عام والأمة الإسلامية بألف ألف خير.